ضمن احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك، نظمت إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور وبالتعاون مع قسم الأنشطة الثقافية التابع لوزارة التربية والتعليم مرسما حر للرسومات المرورية التوعوية لمدارس المرحلة الابتدائية، وذلك استعدادا لإقامة فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد خلال مارس القادم تحت شعار آيتنا سلامت. طبعا هذه البرنامج من ضمن المشاريع التي تنفذها إدارة الثقافة المرورية طوال العام. الهدف من هذا المرسم نشر الوعي والثقافة المرورية، صقل الطفل بالمعلومات المرورية منذ الصغر للاستفادة بها مستقبلا. طبعا في النهاية يتم اختيار أفضل الأعمال والمشاركة بها في المعرض المروري التوعوي اللي بيكون في أسبوع المرور الخليجي، وستستخدم أفضل اللوحات والرسومات وذلك لاستخدامها كوسيلة توعوية تعبر عن الشأن المروري وضرورية التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية. أول شيء بمناسبة اليوم الفضيل أو اليوم السعيد، حب أجدد العهد والولاء لسيدي صاحب الجلالة الملك حمد وهنأهم باليوم الوطني والقيادة الرشيدة. وإحنا هدفنا من إقامة هذه تزامنا أول شيء إحنا مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني واستعدادا ليوم المرور الخليجي، والهدف منه توعية الطلبة والحفاظ على سلامتهم، بما أن إحنا وزارة التربية والتعليم والقطاع الأكبر اللي نحوي هاي العدد من الطلبة، نوعي طلبتنا كيف يحافظون على سلامتهم أثناء عبورهم وارتيادهم المدارس. بعد ذي بد أحب أن أولا أرحب بالمشاركين، أرحب بكم جميعا في مدرسة ثناء الأندلس ابتدائية البنات. أيضا كذلك أحب أن أنا أهنئ اللي هو قيادتنا الرشيدة، ونحن نحتفل في هذا اليوم احتفالاتنا وأعراس البلاد الحبيبة البحرين، فهذه الفعالية تضيف لنا وتتواصل مع أفراح البلاد، فبالتالي نجدد العهد والولاء لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ولصاحب أو صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الولي العهد الأمين، وأيضا لبحرين الغالي الحبيبة أدام الله عزها ومجدها في عهدهم الميمون. وكذلك أحب أيضا أن أهنئ شعبي البحرين، فبالتالي نقول أن قيادتنا الرشيدة كانت حريصة كل الحرص على توفير الأمن والأمان في بلادنا الغالية لكل المواطنين ولكل من يقطن على أرض هذه الأرض البلاد الحبيبة. كذلك سعت وزارة الداخلية متمثلة في إدارة العامة للمرور اللي هو بتقديم المهرجانات وبتقديم اللي هو الأنشطة المتنوعة السنوية للحث على توفير الأمن والسلام للجميع. لذلك جاء شعار العام الدراسي هذا العام، جاء شعار تحت عنوان غايتنا سلامتك، وهذا يؤكد فعلا على حرص قيادتنا الرشيدة على توفير الأمن والأمان لكل من يسكن هذه الأرض. غرس المفاهيم المرورية وخلق جيل ذو وعي مروري، رسالة تتبناها إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور من خلال استغلال كافة الفعاليات والأنشطة والمحافل للتأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية.